يقول السائل: بعض الشباب المتحمس للدعوة يذكر مثالب ولي الأمر من باب الغيرة على الدين ثم يدعي له بالهداية، فهل يخرج بهذا الفعل من منهج أهل السنة والجماعة؟ نعم نعم، هذا مذهب المعتزلة اللي شهروا بولاة الأمور وبأخطائهم، هذا اعتزال، يريد أن يروج مذهب المعتزلة ويشحن قلوب الناس على ولي أمرهم، هذه فتنة وليس من الدعوة.